بعد أشهر من المطاردة. المغربي كريم البقالي المتورط في مقتل حارسين مدنيين يسلم نفسه إلى السلطات الإسبانية. إليكم تفاصيل الواقعة. كريم البقالي يعرف بأنه هو المتهم الرئيس في قتل الحارسين المدنيين وإصابة اثنين آخرين في ليلة 9 فبراير الماضي، عندما قام الحراس المدنيون بمطاردة عدة زوارق لتجار مخدرات كانوا يستخدمون ميناء بربات ملجأ من العاصفة. بعد وقوع الحادث ظل كريم البقالي مختفيا عن الأنظار لعدة أشهر، وتم تحديد موقعه بالمغرب ليقرر تسليم نفسه للسلطات الإسبانية الخميس الماضي، في حين لا تزال السلطات تطارد 3 متورطين آخرين في القضية. ممثل الحكومة في الأندلس بيدرو فرنانديز أشاد بالتعاون المطلق مع المغرب لتحديد مكان المتهم الرئيس، مؤكدا أن التعاون الدولي وخاصة مع المغرب يتم بطريقة صحيحة ومنسقة تماما لإجراء تحقيقات مهمة مثل هذه. وحسب وسائل إعلام إسبانية، يواجه كريم البقالي الذي يتحدر من طنجة تهما تتعلق بالاتجار بالمخدرات والتهريب والقتل، ولديه سوابق عدلية، وكان معروفا في أوساط تهريب المخدرات بمهارته في قيادة القوارب السريعة التي تستخدمها شبكات التهريب لنقل المخدرات بين المغرب وساحلي الأندلس. ما تعليقك؟